السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أخبرني الأخ الكريم خالد الشقر يوم أمس بوفاة والدة أخونا وصديقنا الأخ شوقي، وطلب مني الدعاء لهذه الفقيدة. أقول لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الجمعية، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إليكم وإلى كافة عائلتكم الكريمة بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا من الله العلي القدير أن يرزقكم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بمغفرة الله ورضوانه، وأن يجعلها مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلها من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعل القرآن العظيم نورا عن يمينها ونورا عن شمالها ونورا من فوقها ونورا من تحتها ونورا يا رب عند لقاء ربها. اللهم اجعلها فرح وريحان وجنة نعيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.